بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أول المخلوقات الماء، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو أول المخلوقات، وهو أصل جميع المخلوقات، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء خلق من ماء. رواه أحمد. وروى السدي بأسانيد متعددة عن جماعة من أبناء الصحابة: إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء. والماء نعمة عظيمة، وهو من أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. فقد روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد، من النعيم أن يقال له: ألم يصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ فليتفكر المسلم في عظيم تفضل الله عليه، ولينظر في قوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وخير ما نبع من الأرض هو ماء زمزم، ينبع من بئر في مكة المكرمة، تفجرت بضرب سيدنا جبريل عليه السلام الأرض بقدمه، فشربت منها السيدة هاجر وابنها سيدنا إسماعيل عليهما السلام. واعلم أن من جملة معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبع الماء الزلال الصافي من بين أصابعه الشريفة. وروى البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم، فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه أناس من أهل اليمن، فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. ويستدل بهذا الحديث عن أهمية علم التوحيد، حيث سأل القوم عن الخلق فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم ببيان صفة الخالق، وأنه أزلي لا بداية له، ولم يكن في الأزل شيء غيره. ويستدل به أيضا على أن الماء أول المخلوقات، فيعلم أنه لا يصح حديث جابر الموضوع: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وقد قال الحافظ السيوطي: إنه غير ثابت، فلا يصح القول بأولية النور المحمدية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.